هو غير كل هالناس، رجال فهمان وبيعرف شو هي العادات. وبعد هالشي عرفت انه المال ماله قيمة ولا المنصب ولا الجاه. هذا الرجال عنده هم، وهمه هو الوطن. مشان هيك انا رحت معه، لانه كل اللي علمونا يا كذب، وشفتهم كيف بيبعتونا لاعمال كتير وسخة وحقيرة، ولاني شفت يلي عم يمثلوا دور القبضاي مساكين، ولاني سمعت صوت يلي عم يحتموا ورا صوت المسدسات. كنت مع عرابين ما في اكتار، ما ضليت معهم لاني تأكدت انهم مالهم كبار. اجا لعندي مراد على مدار وقال يمكن يولد ولد بدون اب، بس ما رح يولد بدون ام. نحنا قلنا ام وحدة وهي الوطن. اذا بتسألوني انت ندمان لانك بتحب امك، بقلكم انا بقطع الايد اللي بتمد عليها، وبقطع لساني اللي بيحكي عنها، وما رح اندم ابداً.